لك شو تشتكي؟ اذا انت ما انت مرتاح في شغلك قدم استقالتك. ابكي بالبصل. الرجل ما تنزل دمعته حتى لو في اصعب حال، امسك نفسك. يلا يا عيال اخلصوا، بعد ساعه على الموعد. الاكل جاهز، مين بوصله؟ وش رايكم يا عيال ادق عليها وسلم هالطلب؟ تستهبل انت، حنا قليل لها من عند مصالح، يعني مصالح معنا بالاستراحه. عندي خطه يا عامر، نحط الاكل عند الباب وندق الجرس ونهرب. يا قدمك، عرفت الحركات ذي؟ حقت البزارين اللي يزعجون الجيران، دق الجرس ونحاش وذا. اي ويحقون فليت. اي ورا الفليت كذا. انا اشوف ان نستعين بواحد ما يعرفه ويوصل الطلب. طيب، من اللي من العيال بيرضى انه يوصل الطلب؟ عندي. اسمع، تنتظرني برا بسيارتك، لا دقيت عليك، تحرك موترك وتصفت جنبهم كأنك جاي من بعيد. من وين جايب الحفاظات؟ من صالح. صالح بجبهتك يا درج، من عند ام صالح. ام صالح شو تسوي عندك بالاستراحه ها؟ اعترف. مو بشغلك، انت قل لهم اني جايبها من عند ام صالح وبس. طيب ما عندي مشكله. وكم تعطينا على هالمشوار؟ هاي مشوار يا حبيبي، تراها الاستراحه اللي جنبنا. 50 ريال. سلامات، لاقينا انت. اجل مع السلامه. لا 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 لا, لا خلاص. ترى من حدين عليك ولا انت ما تستاهل. خذ. اهم شيء عندي الفلوس انا يا حبيبي. يلا مع السلامة. مع السلامة. مي مي مي. يا عيال اسكتوا ها. الو. هلا مرحبا مي. انت قلتي لي اسمك مي امس. على العموم الطلب جاهز، بيوصل السواق لاستراحتكم. انت قلتي لي امس وصف استراحتكم. شكلك تنسين واجد. على العموم خليك جنب الجوال ها. يلا باي. وش فيك انت؟ بغيت تنكبنا؟ والله ما عرفت امسك نفسي يوم قالت لي باي يا روحي. يا ابوي دق على وحيد خليه يوصل الطلب. اي صح، دق على وحيد. الو. هلا وحيد. عيون وحيد وروح وحيد، امريني يا لبه قلبس. يا الخفيف، انا ياسر، ودي الطلب للمي استراحه رقم 4. حرام عليك يا ياسر، حرام عليك يا اخي، صدق انك قاتل للمتعه. كان خلتنا نعيش الجو شوي. اخص اخص اخص، صار عندك مشاعر؟ اسمع خلاص، اليوم بخلي ياسر يكلمك بصوت بنت طول الليل، بس دزه ودي الطلب. يلا ان شاء الله. ابشر. الله يعيننا على هالمشوار. انت مي؟ اي مي، حتى انت تعرف اسمي بعد؟ اي قال لي، قصدي قالت لي ام ياسر، ام صالح. طيب وين باقي الحوافظ؟ في السيارة، امسك هذه، بجيبها لك الحين. اوكي. وهذه فلوسكم يا عيال. هات. 500 600 700 800 900 1000 و150. ايه سلامات، ناقصة 50، تبي تزرفنا؟ ال 50 حقتي. 50 في عينك، معطينك اول 50. هذاك اول، يوم عرفت الموضوع فيه لعب قلت اخذ حقي من بدري. ولا ترى وشو؟ احنا خله يستاهل، خليه ياخذها. ايش هالحواره، ما هب عليك، على ود عمي اللي مختارك اصلا تود وزت. اهم شيء الموضوع لا يطلع ابد. انسى الموضوع، في اوردر ولا امشي؟ اقول توكل على الله بس. استر على ما واجهته. انت اللي استر على ما واجهت. باي.